هل هناك ارتباط بين موضوعات ورش العمل والمناهج الدراسية التي يدرسها الطالب في الكلية؟ لا، هو في ارتباط ما بين ورش العمل والبرامج التدريبية واحتياجات سوق العمل، وهو ده الأساس اللي احنا معنيين بيه، ان احنا بنشوف سوق العمل محتاج ايه، وده من خلال وحدة متخصصة عندنا بمتابعة الخريجين، وبنعمل employment fair كل سنة، بحيث في هذا الملتقى او الملتقى التوظيف بتيجي الشركات اللي هي عايزة خريج كلية الآداب، وبالتالي تأهيل الطالب بيبقى متوقف على احتياجات سوق العمل وبما يتناسب مع مؤهلات وملكات الطالب نفسه وقدراته الشخصية. يعني النهاردة زي ما انت شايف، الحقيقة أنا سعيد جدا أن شايف القاعة مكتظة والطلاب واقفين، وفي طلاب قاعدين على الأرض، وبجد منظر ما شفتوش من زمان، لأنه ورشة العمل اللي بنعقدها هذا الأسبوع على مدار يومين متميزة في موضوعها، إزاي نعد أو نجهز خريج كلية الآداب أنه يبقى جاهز للعمل في مجال الاستيراد والتصدير، وده مجال مهم جدا وله خبرات واسعة جدا. ويعني عايز أقول إيه، مش أي حد يشتغل فيه، لذلك في إقبال شديد جدا من الطلاب زي ما سيادتك شايف على هذا النوع من البرامج التدريبية، لأنه مجال الاستيراد والتصدير مفتوح لكل الناس، مش مرتبط بشهادة معينة أو مؤهل معين، بقدر ما هو مرتبط بوثائق بيتم تسجيلها في الجهات المعنية إلى آخره، بالإضافة لخبرة الشخص نفسه وحجم رأس المال اللي بيشتغل فيه.